المحلل الأول أسواق مالية في إيكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق النفط والذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية لاحظنا منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع الارتفاع الواضح في أداء الدولار وأيضا عوائد السندات الأمريكية، ما هي التوقعات للتعاملات خلال هذا اليوم تحديدا؟ اهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الامريكي ما زال هنا ارتفاعات عليه وعم يشهد اتجاه صاعد بتوقعات بان هناك حديث لاعضاء الفدرالي الامريكي، هل سيكون هناك يعني تبكير او برفع اسعار الفائده في وقت ابكر مما هو متوقع قبل منتصف عام 2022. فالاسواق تترقب وتحتسب ذلك بان يكون رفع اسعار الفائده. لا ننسى انه بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت جدا إيجابية وأكثر مما تتوقعه الأسواق ب 6.2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد وسبب في ارتفاعات التضخم بشكل كبير. وأيضا هناك أسباب أخرى وعوامل أخرى مهمة وهي انتهاء ولاية جيروم باول الذي سوف تنتهي في مارس. هل سيأتي رئيس فدرالي آخر مع رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر ويبدأ برفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاعات التضخم؟ فيظهر أنه هناك ترقب اليوم لسلسلة من البيانات سواء مبيعات التجزئة الأمريكية وترقب لحديث أعضاء من الفدرالي الأمريكي. فالأسواق تترقب ذلك والدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في حال جاءت المبيعات التجزئة الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع. يعني هناك احتمالات أن تحقق ارتفاعات بشكل كبير بأكثر من 1.3% سيكون لها تأثير إيجابي على تحرك مؤشر الدولار الأمريكي. وأيضا الفدرالي الأمريكي وأعضاء الفدرالي الأمريكي لو صرحوا بأي تصريحات إيجابية سواء برفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي أيضا على مؤشر الدولار الأمريكي، وأي توجهات عكس ذلك سيكون له تأثير سلبي. إذا لينا، في ظل هذا التحرك الإيجابي نوعا ما للدولار، كيف تجدين تحركات اليورو أيضا في ظل يعني التلكؤ الذي يمارسه المركزي الأوروبي في تجديد السياسة خصوصا في ظل الارتفاع الواضح في إصابات كورونا تحديدا؟ نعم، بالفعل اليورو أولا التحديات التي يواجهها هو ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا وفي ألمانيا، شهدنا ارتفاعات في عدد الإصابات، فهناك يعني مزيد من سياسة التحفيز. وأيضا ما جعل اليورو عند أدنى مستوياته تقريبا، نحن نتحدث من 14 شهر، يعني نتحدث تقريبا عن مايو 2020. هذه التراجعات التي نشهدها يعني دون مستويات 1.14، الآن عند مستويات 1.1372. فهذه التراجعات اللي عم نشاهدها هو بسبب أنه تصريحات من كريستين لاغارد بأنها لن تقوم بأي رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وأنه سوف يؤثر على النمو الاقتصادي أي رفع لأسعار الفائدة. فما زالت منطقة اليورو أو بحاجة إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم الاقتصاد وخاصة في منطقة اليورو وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات. فتصريحات كريستين لاغارد ضغطت على اليورو بشكل عام. هناك تشكك بأن يكون هناك تقليص لبرنامج شراء السندات في الفترة المقبلة الذي أعلن عليه البنك المركزي الأوروبي ومؤخرا. فتصريحات كريستين لاغارد لها كان تأثير كبير على تحركات اليورو بشكل عام. نعم لينا، يعني دعينا أسألك حول الليرة التركية التي تواصل الانخفاض مقابل الدولار، يعني نتحدث عن مستويات تفوق 10 ليرات تركية مقابل الدولار. هل نتوقع أيضا المزيد من التراجعات في أدائها في ظل المعطيات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الليرة التركية؟
نعم، الليرة التركية يعني هبطت بشكل كبير، فهوت الليرة التركية. نحن نتحدث عن أكثر من 10 يعني ارتفاعات دولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10 وصلت إليه، وهذه التراجعات اللي عم نشاهدها الكبيرة على الليرة التركية نتيجة توقعات بأن يكون التأثير السياسي والقرار السياسي له تأثير على البنك المركزي التركي بأن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة. نحن نعلم أن أسعار الفائدة تقريبا 16% والتضخم مرتفع بشكل كبير، نحن نتحدث عن أكثر من 19.89 التضخم في تركيا، فهل سيكون خفض أسعار الفائدة؟ فلو تم كان هناك الخفض فسيكون هناك ضغط على الليرة التركية. هناك أزمة سياسية في تركيا، تعاني من أزمة سياسية وأزمة اقتصادية. نعم، محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.